مرحبا، يعطيكم العافية في الحلقة الثانية من السيزن الثاني من بلاك ميرور. هاي الحلقة اسمها وايت بير. الحلقة شوية غريبة، بتبدأ بأنه سيدة سمراء البشرة اللي هي هاي بتصحى في غرفة، مش عارفة شو هاي الغرفة، بتطلع حواليها بتشوف زي تلفزيون مخربشة، وبتقوم طبعا بتطلع من المنزل تبعها، بتلاقي بيوت مدمرة وناس بس ماسكة التلفونات وعم بتحاول انها تصور فيها. بعد فترة بتكون بتهرب، الناس طبعا بيجي واحد بحاول انه يطخها، بعدين بتقابل البنت هاي والسيد هذا، بتصير علاقات بينهم. هدول بيقولوا لها انه صار في نوع من انواع الاقتحام او الحرب الصوتية على الناس، وبالتالي اثروا عليهم عن طريق موجات التلفزيون والهواتف، والناس صارت عبيد لهم، ما يشوفوا الا اللي بدهم اياه المتسلطين. طبعا الا احنا، لانه احنا ما كنا موجودين وقت الهاي، فاحنا ناس طبيعيين، غير هيك ناس كلها عم بتصور فيهم. المهم بتمشي الحلقات، بصير في ناس بتموت وناس بتطخطخ، وزي ما انتم شايفين يعني الوضع بكون سيء جدا، وهي مطاردة والبنت هاي بتساعدها، ويعني الوضع النفسي تبعها بكون جدا سيء، لانه هي مش عارفة وين صحيت، كانت نايمة على كرسي، صحيت لقت حالها في عالم اخر. المهم طبعا زي ما انتم شايفين هون بيعذب فيهم، والناس حواليهم بس بيصوروا، زي ما انتم شايفين بيصوروا. فهي شعر انه فعلا هذا حقيقة، انه يعني اشي خيالي. طلع هون بحاول انه يعذبها. طبعا لما يوصل للمرحلة هاي الناس بتصور، ما في اكنه ما في اشي، بتنقذها البنت. المهم بحاولوا انهم يوصلوا لمرحلة، وبتقولها انه انت بتدور على بنتك وبنتك موجودة في المكان المعين. اخر اشي بتفتح العرض وبتطلع انه هي داخل في مسابقة او مسرحية، وهي هاي البنت يا حرام بتكون اللي تعذب في هذا الموضوع. الناس جاي هون كمشاهدين بفكروا انه الموضوع كله لعبة او مسرحية فعلية، لكن للأسف البنت هاي بتكون ملعوب في عقلها عن طريق دراجز بعطوها إياه، وبيخلوها ترجع تعيد نفس الكرة كل يوم. هدول الناس كلهم جايين هون كمشاهدين، بكونوا جايين دافعين فلوس عشان يشاهدوا هذه المسرحية أو اللعبة هاي، مسموح لهم فقط إنهم يصوروا اللي بيقدروا عليه، لكن مش مسموح لهم يقتربوا من السين تبع المسرحية. طبعا كلهم هدول اكترز فاهمين، هدول الناس المشاهدين اللي شفتوهم بالكاميرات، الا البنت هاي مش فاهمه شو الطبخه، مش فاهمه شو اللي عم بيصير. للاسف بتنتهي الحلقه انه برجعوها، عفوا خليني اقدم لكم شويه، برجعوها على بيحكوا لها انه انت مجرمه، انت قاتله، انت قتلتي ناس، انت. المهم برجعوها على نفس البيت، بعطوها مخدر، وعن طريق هذا الجهاز اللي بحطوا لها اياه بيمسحوا الذاكره تبعت البارحه، بعطوها بس صوره بنتها عشان تتذكر بنتها والوايت بير اللي حاملاه بنتها، وهي بتتعذب طول النهار للصبح. بعدين بتكون الذاكره تبعتها ممسوحه، وبتبدا السلسلة من أول وجديد، بترجع تطلع وبتقابل نفس السيدة، وبترجع نفس الأحداث، ولكن مع جمهور ثاني. طبعا يعني بظهر لك هون العبودية اللي ممكن يصلها الإنسان للأسف عشان يقدر يعمل بزنس، يقدر يعمل شيء جديد. زي ما أنت شايف إنهم عادي، هم طبيعي، وهي عم تتعذب عن طريق هذا الجهاز اللي حاطينه إياها عشان تمحي الذاكرة من عندها في الدماغ. طبعا الحلقة كتير صادمة، زي ما انت شايف حاطين لها حتى صورة بنتها، يعني نفس الحركات بيسووها كل يوم فقط عشان تصحى، والناس زي ما انت شايف هون بعملون لهم instruction شو يسووا، كيف يصوروا، حتى أولاد صغار يعني
هذه الرولز للمسرحيه. فحلقه يعني فعلا في البدايه انت بتشعر انها شو اللي عم بيصير، لكن في نهايه الحلقه ببين انه العبوديه للاسف او استغلال البشر لعمل اشياء حقيره زي هيك، يعني مقززه فعلا بتخلينا احيانا نفكر الى اين ممكن ان تصل التكنولوجيا فينا. نراكم في الحلقه القادمه من مسلسل بلاك ميرور. سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل